بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبيدة رضي الله عنه أنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خالد سيف من سيوف الله عز وجل، ونعم فتى العشيرة. وفي رواية عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خالد ابن الوليد سيف من سيوف الله، سله الله على المشركين. صحيح الجامع للألباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.